بصمتك ضاع بصمتك. بعد حلقة الإيدز في الأسبوع الماضي جلست أستعرض عددا من الرسائل في جوالي، فجاءت رسالة وسائط طويلة جدا، فتاة تقول: أبي إمام مسجد، ولما تخرجت أنا وأخي من الثانوية أرسلنا إلى أحد البلدان في الخارج للدراسة. سكنت أنا وأخي في شقة، وأخي يكبرني بسنة واحدة، هي عمرها 17 عاما وهو 18 عام. فتقول: مضت أول سنة ونحن في الدراسة ونتصل بأبي كل يوم أو كل يومين، وبيننا وبين إخواني جلسات بالمسنجر، وحريصين على الصلاة وعلى الخير، وكانت المكافأة التي تأتينا من جراء الابتعاث رواتبنا تكفينا ولا نطلب من أبي أي مال. بعدها بأشهر وقع أخي مع صحبة فاسدة، فبدأ يتعاطى المسكرات، ثم شيئا فشيئا أوقعوه في الحشيش وفي بعض أنواع المخدرات. تقول: أنا يا شيخ كنت ناشئ في مدارس تحفيظ القرآن، وأخي كذلك، وأخي درس في مدارس تحفيظ القرآن، وكان يثني ركبته في حلق تحفيظ القرآن في المسجد، وأنا يا شيخ كنت لي عمل دعوي في المدرسة وتحفيظ للقرآن. تقول: بدأت أنصح أخي وأذكره، ومرة يتوب ثم يرجع. مرة من المرات جاء معه بعصير، قال: أنا جبت لك عصير طازج. قالت: كنت أذاكر فشربت العصير. قالت: شعرت بشعور غريب بعد هذا العصير، أصبحت كل يوم أتصل بها أقول: بالله وأنت راجع أحضر لي من هذا العصير، حتى اكتشفت أنه يضع لها في هذا العصير مخدرا. تقول: فوقعت في هذا الوحل حتى زاد بي الأمر أن أصبحت أشرب مثله الخمر وأتعاطى الحشيش، ثم وصلنا إلى أخذ إبر الهيروين. مضت الأيام، يوم من الأيام يا شيخ ما كان عندنا إلا إبرة واحدة، جعلت أقبل رجل أخي أقول: بالله أعطني إياها، ويقول لا. تقول: فلما بكيت قال: طيب انزعي ملابسك ومكنيني من فعل الفاحشة أعطيك إياها. تقول: فنزعتها ومكنته من فعل الفاحشة، ثم ألقاها إلي كما يلقى العظم على الكلب. قالت: فأخذتها وأخذت أقبل يده أرجوك أعطني إياها، لأنها ما تعرف تضربها. ويوم من الأيام ذهبنا إلى المروج، قالت: وأخذنا نرجوه أن يعطينا بسعر آجل وهو يرفض. قالت: فغمز لأخي أنه يريد أن يقع فيها بالفاحشة. قالت: فدفعني أخي إلى غرفة ومكنه من أن يقع بالفاحشة علي، حتى أعطانا إبرة اقتسمتها أنا وأخي. كانت تمر بنا أيام يبلغ بنا الجوع كل مبلغ، لأن كل أموالنا نصرفها يا شيخ في المخدرات، حتى إننا كنا نذهب إلى المطاعم ونأتي إلى بقايا الأكل الموجودة في الصحون ونأكلها، رز، مكرونة، قطع من الخبز، حتى ما نموت من الجوع، لأن كل المال نصرفه في هذه المخدرات. وفي يوم من الأيام أقبل أحد أصدقاء أخي وكان متعاطي ومعه إبرة، قالت: فجعلت أترجاه أن يعطيني إياها فأبى، ثم قال: مكنيني من نفسك. قالت: فسبقته إلى الغرفة فأمرني أن أنزع ملابسي. قالت: ففعلت، ثم أمرني أن أنظف حذاءه بلساني. قالت: فانكببت ألحس حذاءه كالكلب حتى صار الحذاء يلمع، ثم دفع إلي، ثم وقع عليها بالفاحشة، ثم رمى إليها الإبرة. تقول: فخرجت إلى أخي وأنا من غير ملابس حتى يعطيني إياها. تقول: وكان ربما أحيانا يأتي بعض المروجين ويجتمعون عندنا ويعبثون بي ويعبثون بأخي، ونحن لا ندري عن شيء في سبيل هذه المخدرات. وكنت أتصل على أبي، نقول: يا أبي عندنا اختبارات، نريد كتب، نريد كذا، فيرسل أبي إلينا من حر ماله من راتبه الخاص، ويضيق على أهلي في سبيل أن ندرس ونحن نصرفها في المخدرات. تقول: يا شيخ وكنت أحيانا يخرج مني وأنا في الحمام قطع من الدم، وهي أجنة من جراء الحمل المتكرر من هؤلاء الفجرة.
مضت الأيام علينا على هذا الحال، حتى اتصلت إحدى الفتيات، استطاعت أن تصل إلى رقم أهلي فاتصلت بهم، ثم أخبرت أخي الأكبر فجاء إلينا، والله يا شيخ لقد دخل علينا ونحن متعاطين وعرايا. قالت فأخذ شرشف وألقاه علي، ثم أخذنا إلى مصحة للعلاج من الإدمان في هذا البلد، فلما كشفوا علي وعلى أخي وجدونا متعاطين ومصابان بالإيدز أيضا. تقول عالجنا لمدة أشهر، ثم رجعت بعد ذلك إلى بلدي، وتقول أنا الآن يا شيخ مصابة بالإيدز، وأخي كذلك مصاب به، وأسأل ربي الغفران. وأحيانا يا شيخ إذا تجنبت أهلي، إذا لا أريد أن يأكلوا بملعقتي أو لا أريد، فيستغربون، فأقول لا أنا أظن عندي وباء كبدي. تقول وهو ليس وباء كبديا بل أعراض للمخدرات لا أزال أحس بها إلى الآن، ومرض الإيدز الذي لا يزال يأكل جسدي. نعم، إنها المخدرات. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لازنك عباد الله. لا إله إلا الله محمد المصطفى محمد is messenger.